أجمل 5 حيوانات ليلية في العالم. لماذا تظهر بعض المخلوقات الرائعة حصرا خلال الليل؟ هذا يرجع إلى أنها تصنف كحيوانات ليلية عن طريق كونها ليلية. يمكنها تقليل فرصها لتكون فريسة للحيوانات المفترسة، وتجنب الحرارة الحارقة خلال النهار، وتجنب المنافسة مع الحيوانات النهارية. وفي هذا الفيديو سنعرض لك أجمل 5 حيوانات ليلية في العالم. الهامة. الهامة هي طائر ليلي حصري يوجد على جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية. تعرف بشكلها المميز على شكل قلب وريشها الجميل. خلال فترة النهار تختبئ هذه البومة في أماكن هادية، وتصبح نشطة كصيادة للطعام فقط خلال الليل بفضل حاسة سمعها الحادة وبصرها الاستثنائي. تمتلك قدرات رائعة تسهل بشكل كبير مهامها في الصيد أثناء الليل. الباندا الحمراء. الباندا الحمراء هي نوع من الباندا ذات حجم صغير يوجد في جبال الهيمالايا الشرقية العالية. تعرف أيضا بالباندا الأصغر والقطة الأحمر. تقضي الباندا الحمراء الكثير من وقتها نهارا بالراحة على فروع الأشجار العالية، وتنحدر فقط إلى الأرض للبحث عن الطعام أثناء الليل. يساعد سلوك التجوال خلال الليل الباندا الحمراء على تجنب مخاطر الهجوم من المفترسات المحتملة مثل فهد الثلج. ضفدع الشجر ذو العيون الحمراء. الضفدع ذو العيون الحمراء هو حيوان مائي زاهن وملون يوجد في غابات أمريكا الوسطى والمناطق الجنوبية من المكسيك، ويأتي اسمه من سمة مميزة له وهي عيونه الحمراء الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك يكتسي جسمه بألوان خضراء زاهية. الضفادع ذو العيون الحمراء هي كائنات ليلية حيث يقضون معظم نهارهم مختبئين تحت الأوراق ويصبحون نشطين فقط خلال الليل. الذئب الرمادي. عندما تفكر في الذئاب قد يتبادر إلى ذهنك صورة لذئب يعوي أمام خلفية القمر، ومع ذلك ليس هناك ارتباط طبيعي بين الذئاب والقمر. الحقيقة هي أن الذئاب الرمادية تعوي في الليل ببساطة لأنها كائنات ليلية. إن عواء الذئاب الرمادية يمكن أن يصل لمسافات مبهرة تصل إلى 16 كيلومتر، حيث تهدف إلى إرسال نداءاتها بأفضل زاوية ممكنة للتواصل على مسافات بعيدة وتحديد الحدود الإقليمية. الذئاب الرمادية هي أكبر أنواع الذئاب في العالم، حيث يبلغ طولها حوالي من 3 إلى 4 أقدام ويصل وزنها إلى 65 كيلوغرام. يكون نشاطها في ذروته أثناء الليل، حيث تستخدم بصرها الليلي الممتاز ومهاراتها الماهرة في التعقب، كما تساعدها درجات الحرارة الباردة ليلا في توفير طاقتها الجسدية. الراكون. الراكون هو حيوان متوسط الحجم وليلي يوجد أساسا في المناطق الخضراء في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، فهم نشطون ليلا أثناء البحث عن الطعام. يمتلك الراكون رؤية ليلية ممتازة وحاسة سمع حادة، مما يسمح لهم بالتجول حتى مسافة 18 ميل أثناء البحث عن الطعام. ومن المعتاد أن نرى الراكون أيضا خلال فترة النهار. تتميز الراكون بفروهم الكثيف والجميل والقناع الأسود المميز، ويستخدمون هذا القناع لتقليل التوهج مما يساعدهم في نشاطهم في البحث عن الطعام أثناء الليل.